يقول لي أحد الصالحين، يقول كنت خارج وعسكري في مدينة عسكرية في حفر الباطن، يقول كنت خارج من مدينة عسكرية ذاهب إلى الرياض، عندما أتيت البوابة يقول ما معي سيارة، ذهبت إلى أصحاب التكاسي عند البوابة فوجدت معه اثنين وأنا الثالث، قال تركب معنا مطوع حياك الله، لكن الأغاني والدخان لا تمنعنا. قلت يبدني الله خير منكم. يقول فشغل السيارة وانطلق. يقول ما لبث 10 دقائق إلا وآتى راكب آخر أو سائق تاكسي آخر، وركبت أنا ومجموعة معي وذهبنا. قبل ناصر نقطة تفتيش أم الجماجم، يقول إذا بالحادث أمامنا، وإذا هو بصاحبي وأصحابه، وإذا بالسيارة قد انطبقت عليه، والثلاثة أتدرون من هو الحي؟ المسجل فقط على الأغاني، المسجل فقط. يقول ذهبت بفكري إطفاء المسجل فقط، أحاول أدخل يدي، السيارة قد صارت كومة من حديد، ذهبت أحاول، قال لي أحد الأخوة يا أخي أصبع السيارة حتى تطفي السيارة كلها، أصبع البطارية. انظروا يا إخوان، لو قيل له هذا ما ينتظرك ماذا يقول؟ ماذا يقدم يا أخوان؟ إذن الحياة قصيرة، الحياة قصيرة، فأنت بحاجة إلى الله جل جلاله، بحاجة إلى أن تقدم لنفسك، بحاجة إلى أن تتزود بالطاعة وتقدم لنفسك إذا علمت أنه لا ينفعك إلا ما قدمت. فتزود بالتقوى واجعل التقوى بين عينيك، وتذكر أن الله جل جلاله له 99 اسم، ضمن هذه الأسماء رقيب. إن الله كان عليكم رقيبا. إذا كنت في السيارة فتذكر أن الله رقيب عليك، إذا كنت في الغرفة فتذكر أن الله رقيب عليك، إذا كنت تقلب في شاشة الجوال فتذكر أن الله رقيب عليك، إذا كنت في الخلوات فتذكر أن الله رقيب عليك، إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. وقبلها يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نعم أخي، نعم أخي، المسلك السليم بأن تلزم طريق التقوى. وربما يقول قائل كيف الطريق؟ هي وصية الله، هي وصية الله بأن تتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا، لو أن أحدكم ذهب إلى منطقة حتى لو كان في السيارة ذهب إلى منطقة ولم يتزود أو لم يزود السيارة بالوقود، انتصف الطريق وقال يا ليت يا ليت، ولو ذهب إلى مكان وليس معه زاد وانقطعت به السبل ماذا حاله؟ إذن الله جل جلاله يقول فتزودوا فإن خير الزاد التقوى.